اخوتي السلام عليكم. عندي واحد، انا اعاود لكم واحد القصه وقع عليا. انا ابي دار عيشه مزيده في 69، عندي واحد المشكل مع واحد السيد، ولدت مع واحد البنت اللي راه ما مخطوبين ما مزوجينش. هاد السيد تعرفت عليه، كانت واحد السيده كتسكن في العزيب، هي صاحبتي، كنت كنمشي عندها، هو جارهم، وكان كيدخل عند هذيك السيده. تما شافني عند هذيك السيده وهو كان كيهضر مع هذيك السيده، قال لها هذه السيده راه عجبتني وهادي، وبغيت نتواصل معاها، بغيت التليفون ديالها. حد ديك الساعه كان ما كانش كاع التليفونات البورطابل، كان غير الفيكس. عطيتها انايا، قالت لي يا سيده راه السيده اللي شافك، اللي دخل عندي وشافك راه عجبتي، المهم راه بغات التليفون ديالك، واش نعطيه التليفون ديالك؟ قلت لها غير عطيها لي. من تما عطاتو التليفون وبقينا على اتصال، بقى كيهضر معايا في التليفون، كيتواصل معايا، كيدير معايا، كنخرج انا وياه، كان كيديني كيساريني، ما كيخلي ما كيدير عليا. المهم السيد بحال كيبين عليه حالة المعقول وصافي. كنخرجوا انا وياه، قلت لي اودي المهم اللي وجدنا وداكشي، قال لي راه غادي نخطبك وغادي ندير وغادي. انا اضطريت باش انا سميتو الدار اللي كنت كاريه فيها، اللي ساكنه فيها هي، فاش درنا الخطوبه قال لي غنخطبك. درنا الخطوبه غير تما مع هذوك الناس، راه حتى من هذوك الناس مشيت عندهم باش يشهدوا، قالوا لي يا بنتي راه باللي راه بطال الحال. حتى انا ملي درنا ديك الخطوبه عند هذوك الناس اللي كنت ساكنه، لا دوزت معاه بزاف، دوزت معاه نقول لك شي عامين اللي دوزت معاه. عاد باش درنا هذيك الخطوبه، ملي درنا هذيك الخطوبه صافي بقات هكاك العلاقه. وقت اللي نقول ليه الزواج، القاعده ديال الزواج وهادي، حيت انايا ملي الله تعرف عليا انا تي الله طلق من راجلي الاول، ملي كنقول ليه الزواج ما تزواج ما هذا، كيقول لي راه درنا الخطوبه، المهم راه حنا مخطوبين، انا راه دابا راه راجلك، انت راه مراتي، انت راه هادي، ياك الناس ياك الناس كيشوفوك غير معايا انا، ياك تتخرجي غير معايا انا، ياك ما كاين شي حد ما كاينش، المهم راه دابا راه هذيك الخطوبه راه محسوبه زواج. صافي بقات العلاقه على هكاك، بقينا هكاك، بقينا كنخرجوا حتى حملت. دوزت معاه بزاف، اللي دوزت معاه نقول لك دوزت معاه شي 16 عام تقريبا، شي 16 عام عاد باش حملت، شي 16 عام وانا معاه عاد باش حملت. المهم ملي حملت هو على عرفني باللي راه حملت وداكشي، لدرجه انه سيري خديجه سيري ليا، لدرجه انه كنت كنقول ليه نحيدو، ما بغيتش انا داك الحمل ديك الساعه، كنت كنقول ليه باش نحيدو ولا هادي، كيقول لي شوفي الا حيدتي الا قتلتي ليا ولدي ولا بنتي راه غادي ندعيك. صافي خليته انا على اساس راه زعما ولدو ولا بنتو، عارف هو راه ولدو وبنتو، عارف زعما كلشي، عارف واش من لحمو ودمو. المهم اللي ولدت ولدت مع البنت، كنقول ليه البنت راه خاصنا الاوراق، البنت راه هادي، البنت لدرجه انه البنت ملي تولدات بقات بلا اوراق حتى ولات عندها 3 سنين، 3 سنين تقريبا عاد باش درت ليها الاوراق. كنقول ليه ديما الاوراق، ما بقيتش كاع كنذكر حس الزواج، وليت كنذكر ثاني حس الاوراق ديال البنت. كنقول ليه البنت خاصينها الوراق، البنت خاصينها الوراق، البنت خاصينها، خصني نديها للمدرسه، خصها الروض، الروض هو الاخر كنت كنديها لي، كيقول لي جيبي ليكستري ديالها. المهم اضطريت، هي هذيك بقيت كنقصح معاها الهضره، وعرفتي كتسول الناس وداكشي، هو ما باغيش ومشى تخلى عليا. ديك اللحظه ملي كنقول ليه الوراق تيمشي كيتخلى عليا، كان عاوتاني نتصل بيه، وكان عاوتاني كنمشي عنده، وكان عاوتاني كنقول ليه راه البنت خاصينها الوراق، راه انا غادي نمشي للمحكمه، راه غادي ندعيك، راه غادي ندير لك، لدرجه انه كيحذرني، كيحذرني باي حاجه. قال لي البنت راه واخا ديري ليها الوراق راه من راه تكون عندها حتى 20 عام، انا الا بغيت ندخلها في سميتي ندخلها، الا بغيتي ديري ليها الوراق ديري ليها الوراق ديالها باش تقرا باش كلشي، راه البنت انا راه بنتي، راه ما غنسمحش فيها قد لي طوال الزمان ولا قد لي قصار، راه ما عمرني غنسمح فيها، راه غنبقى نطلع عليها، راه غنبقى نهزها، راه غنبقى ندير، راه غنبقى نفعل. لدرجه انه هو اللي وراني الطريق، هو اللي داني وعرفني كلشي، البلاصه فين درت الطلب في المقاطعه وفي المحكمه، وهو اللي عمر معايا الطلب ديال المحكمه ودفعته للمحكمه، هو اللي اختار ليها هذا الاسم، هو اللي اختاروا ليها في المقاطعه. وقلت لي بلي ما مني ما بغيتيش دير ليها كنيتها ندير سميتك عبد الرحيم.
اللي راه عاد صارحني باللي راه قال لي انا راه مزوج، وانا قال لي راه المراه قال لي حيت باش سميتو كاع بدينا هكا، قلت لي غادي نمشي ندعيك. قال لي راه الا مشيتي تدعيني انا راني مزوج، الا مشيتي تدعيني راه انت اللي غادي تدخلي للحبس، الا دعيتيني راه المراه غادي تجي دير لي التنازل ونخرج منها انا، والبنت غادي يديوها للخيريه وانت غادي تمشي للحبس. انا ملي كنسمع بحال هادشي كانه راه بحال الا بحال الا راني واقعه في داكشي، داكشي اللي جعلني قلت كاع بالناقص من دوك الوراق ما عندي ما ندير بهم، نمشي نسجل البنت في سميتي ونمشي نقريها بحال بحال اي واحد وصافي. والمهم هو راه كما كيقول، كيقول لك راه بنتي هذيك انا راه معترف بها، واخا تكون عندها حتى 20 عام الا بغيت من غدا نعترف بها راه غادي نعترف بها. داكشي اللي درت. المهم مشيت سجلت البنت، دخلت البنت للراود بداك ليكستري، دخلتها كتقرا وباقى لحد الان على داك الحال. المهم واخا انا درت هكاك واخا كلشي باقي كنطلب النسب ديال البنت، ما بغاش يعطيني النسب ديال البنت لدرجه انه كنمشي وكيتهرب عليا كيخليني تما فم الباب كنمشي ليه حتى لدارو المحل ديالو، وكيهز طوموبيلتو كيهرب وكيخليني، كتولي مرتو كتطلع عليا ومو كيطلعوا عليا المهم كيطلعوا عليا بحال هكا، كنبقى جالسه حتى كنعيا كنجي. درتها ليه نقول لك شي ثلاثه المرات وهي نيت عارفه حيت هادشي كنديروه هي عاقله. المهم المره الاخرى اللي غادي نديرها ليه مشى دعاني، دعاني باللي راه انا كنتهجم عليه، دعاني عيطوا عليا البوليس قالوا لي صيفطوا لي استدعاء، مشيت عندهم قال لي واحد السيد عندنا هنايا باللي راه كتمشي تهجمي عليه. قلت لي لا، عاودت لهم كلشي الحقيقه، قلت لهم لا سيدي انا هذا السيد راه كنعرفو مده 20 عام وانا كنعرفو، هو حنت قال في المحضر ديال البوليس قال لهم انا السيده كتهجم عليا ما عمرني بيني وبينها شي حاجه ولا كنعرفها نهائيا، ها المحاضر عندي ديال البوليس ها كلشي عندي هنايا باللي راه ما عمرو عرفني. قلت للبوليس لا ماشي هي ديك هي الهضره، ها الهضره كيفاش دايره، هاد السيد راه كنعرفو اكثر من 20 عام وانا كنعرفو، وراني عندي معاه البنت والبنت راه مزيوده في 2010 وما بغاش يدير ليا معاها النسب، وهاد السيد راه كنمشي عنده على وديت النسب ديال البنت، كيقول لي البنت راه بنتي، قد لي طوال الزمان ولا قصر بناء الزمان راه البنت راه بنتي، راه انا غادي نعترف بها، راه انا باها، راه كتشوفني راه كتعرفني راه كلشي، راه قلت لي طوال الزمان ولا قصر غادي نعترف بالبنت، غادي نعترف بالبنت غير دابا ما قال لي دابا لا ما تبقاش تقولي لي هذيك الهضره. المهم مشيت عند عاود كلشي للبوليس بحال هادشي، قلت لهم شنو قالوا لي البوليس لا هو راه كيقول العكس ديالك هنايا، راه كيقول ما عمره كان كيعرفك. قلت ليه لا راه عندي الشهود وعندي كلشي، لدرجة أنا عمرو ليا البوليس داكشي دغيا، ما عيطوا ليا لا على شهود ولا على حتى شي حاجة اللي يشد ليا بلي راه هاد السيد كيشوفوه كيدخل عندي وكيخرج عندي، ما استدعوا داكشي دغيا سرباوه. المهم مشى داكشي للمحكمة، مشينا للمحكمة كندوز في المحكمة ما عمرو حضر معايا في الدعوة ديالو، أنا ملي هو دعاني بحال هكا مشيت أنا دعيت بثبوت النسب داكشي اللي كنت كنقول، ورغم ذلك هو كان كيقول لي راه غندخلك للحبس، راه غالمراه غدير لي التنازل، انا راه مزوج المراه غدير لي التنازل. مشيت انا دعيتو، درت ثبوت النسب، درت دعوه كنحضر في الجلسه ديالو، الدعوه ديالو هو اللي شاكي بيا بلي راه كنتهجم عليه، ما كيحضرش ما عمر حتى جلسه حضر معايا فيها، كنحضر بوحدي، لدرجه انه استدعى القاضي باش يحضر، ما حضرش الدعوه ديالو وما كيحضرش في الدعوه ديال ثبوت النسب ديالي، بقى داكشي كيدوز، كنحضر انا في الدعوه ديال ثبوت النسب وكنحضر في الدعوه ديالو هويا، ما كيحضر لا في هذيك ولا في هذيك، لاخر لحظه حتى انا شديت واحد المحامي ما دار لي حتى شي حاجه، ما وقف معايا ما حتى شي حاجه، ما عمر حتى جلسه كاع حضر لي في دوك الجلسات، دوك الفلوس اللي عطيتو شدهم غير هكاك لله في سبيل الله، ما حضر لي في الجلسه ديال ثبوت النسب، ما حضر لي في الجلسه ديال الدعوه ديالو هويا. انا كنطالب دابا شي جمعيه واللي عنده واللي قدر على شي حاجه باش يعاونني في هاد البنت باش يثبت ليها النسب ديالها يعاونني، راني ما مني غنسى الخير ديالو لا في الدنيا ولا في الاخره، انا دابا كنطلب ثبوت النسب ديال هاد البنت، انا دابا لهاد البنت عارفه يا بنته وبنته هو عارفه بنته وعارفه هادشي كلشي، وكون عرفت انا غنوصل مع هادشي كلشي كون درت ماشي غير التسجيلات،
غندير فيديوهات وندير تسجيلات وندير. انا كيتثبتني ملي كيقول لي راه بنتي، راه هي راه عارفه اني راه بنتي، وها هي دابا هي اللي حاضره معايا وغادي تسولوها، وغادي تسولها انا كاع بلا الحضور ديالي بلا حتى شي حاجه، ملي راه عارفه باها. جيبوا لها 1000 بنادم وحطوه هو في السمنه، راه تقول لكم هذا با، لان كيجي عندها كيطلع عليها وكيعطيها الواجبات ديالها كل شهر. انا قلت ملي كيعاونني وداكشي ما كاين علاش نخرج معاها للعار داكشي. المهم حتى خرج معايا للعار عاد درنا الدعوه. دابا كنطلب اللي في جهده شي حاجه وشي جمعيه الله يكثر خيرها، وما عمرني ننسى خيركم، تعاونوا معايا باش نثبت النسب لهاد البنت. ما بغيتهاش تضيع كيما انا ضيعه، انا ضعت ماشي مشكل، انا واخا نضيع الدنيا هانيه، غير المهم هاد البنت ما تضيعش وما تعقدش ليا في حياتها. بغيت شي جمعيه ولا شي حد اللي تعاون معايا الله يكثر خيره، ما عمرني ننسى خيره ولا في الدنيا ولا في الاخره. هادشي ما كان اخوتي، وكنشكركم بزاف والله يرحم ليكم الوالدين. المهم بغيت لي تعاون معايا على هاد البنت باش يثبت ليها النسب ديالها، وهو دابا راه حاضر وكلشي كيدوز، وما بقاش من نهار دخلنا هادشي ديال المحكمه ما عمرو مازال سول فيها. نقول لك شي عامي دابا هادي، ما عمرو مازال سول فيها ولا جا حنت عرف القضيه، دخلت المحكمه وعرف درت بيه الدعوه وعرف درت هادشي كلشي، قطع لي حتى ديك التليفون وداكشي اللي كنت كنعرف عليه، حيدها وكلشي بلوكاني ما حيدهاش، لان هو دايرها في الاشهار ديال البيع ديال التجاره ديالو، غير انا بلوكاني كلشي من النوامر ديال اللي كنعرف عليه انايا، حنت القضيه ملي واصله للمخزن. وبغيت نعرف انا علاش ما حضرش معايا، علاش ما حضرش معايا ملي دعاني انايا، علاش ما حضرش معايا، وملي دعيتو انا في توبه النسب علاش ما حضرش معايا. هو راه عنده الاد في هادشي، عنده المعارفه في المحكمه، هو كيقول لي القضاه كلشي صحابي، المحكمه كلها صحابي، من طبيعه الحال غيكونوا كلشي صحابو، لان هو تاجر، هو معروف اكادير، هو انسان لاباس عليه، هو الباب لاش ما مشى ما كيتسدش في وجهه، هو مخالط، هو زعما معروف ولاباس عليه. ولكن انا من هادشي كلشي كنطلب غير يثبت لي البنت النسب ديالها، ما بغيت منه حتى شي حاجه، ما بغيتها منه، ما بغيت منه لا فلوس لا حتى شي حاجه، ما بغيتها منه انا لدرجه انه ندير معاه التزام، ما كنطلب منه حتى شي حاجه، ما كنطلب منه زواج، ما كنطلب منه فلوس، ما كنطلب منه حتى شي حاجه، كنطلب يثبت النسب لهاد البنت فقط. الله يرحم والديكم، وكنشكركم بزاف اللي تعاون معايا الله يكثر خيره، لا في الدنيا ولا في الاخره ما عمرني ننسى ليه خير، الله يرحم ليكم الوالدين اخوتي.